العزلة اللي موجود فيها المسلم في أوروبا جاء من كتب التراث، من علم الفقهاء والمشايخ. طب اديني دليل واحد. هقول لحضرتك، هو اللي استمدوا فكرة قتل شارل، الناس بتوع صحفيين شارل إبدو، جابوها منين؟ ما هو جابها من كتب التراث، في قتل كعب بن الأشرف، وفي قتل عصماء بنت مروان، وقتل أم قرفة. وقال الفقهاء إنه من سب النبي يقتل حتى لو تاب وأناب، ومن سب الله وتاب يعفى عنه. هذا كلام الفقهاء، أنا مش أنا اللي قلته. ولذلك الولد اللي راح قتل 12 واحد سنة 2015 في شارل إبدو وفقا لهذه الفتوى، فتوى لابن تيمية وكثير منهم من المشايخ والأئمة الأربعة بقتل سب النبي، من يسب النبي أو يؤذيه قولا أو فعلا أو رسما أو نثرا أو شعرا أو يقتل حتى لو تاب وأناب. فلما راحوا قتلوا كده، على الرغم من أن القرآن مناهض لهذا تماما. القرآن قال إيه؟ إنا كفيناك المستهزئين، خلصنا نقطة. ومع ذلك نسخت هذه الآية بأحاديث ومرويات وحكايات وروايات في كتب البخاري. ده دليلك. هم باعوا الإزيديات بفلوس منين؟ من كتب التراث، أجازوا لهم ذلك. وبالتالي يعني جزء من معركتك، جزء من معركتي ضد هذا. أي دين أيا ما كان يتناقض مع العقل ومع القلب ومع الضمير ومع السلام ومع المحبة، بل هي مشكلة. أنا أعود إلى القرآن بقى مرة أخرى، طالما إنه هذا التراث وهذه الكتب وهذه المرويات وهذه الحكايات اللي موجودة في كتبنا تحمل كل هذا الكره وهذا البغض وهذا التقاتل مع الناس، لدرجة إن المسلمين قاموا إلا رسول الله. هو رسول الله أوزي فين؟ ما هو أوزي في حياته. يعني الرسوم الكاريكاتورية دي مش يعني مش جرح لمشاعر أتباع الرسول والمسلمين، أذتني أنا شخصيا، لكن هناك أسلوب علمي موضوعي إنساني في التعامل مع هذا. ولابد أن احنا نفهم منظومة الحرية في هذه الدول. منظومة الحرية في هذه الدول لا تخضع أحد على الإطلاق للقداسة. قالوا هذا في مريم، قالوا هذا في سيدنا عيسى، قالوا هذا في سيدنا موسى، قالوا هذا في كل شيء. لكن هؤلاء لا يستجرؤون أن يعني يذكروا بكلمة الهولوكوست. لا، حصل. مين قال الكلام ده؟ احنا الكلام ده بنردده، ده موجود في قوانين يا استاذ عادل في اوروبا، ومع ذلك ويحاكم كل من ينكر الهولوكوست. وما حد منعك انك انت ترفع قضيه، انك انت امام المحاكم الدوليه بعدم الاقتراء وعدم ازدراء رجال الدين او الانبياء. لكن انا عايز اقول لحضرتك هذه مقوله ليست صحيحه، بمعنى انه هناك رسوم مسيئه للهولوكوست ولليهود موجوده في هذه الجريده. هذه الجريده ملحده علمانيه ملهاش، محدش له سيطرة عليها. ولذلك احنا لازم نفهم انه ماكرون نفسه بقدرته وجلاله لا يستطيع على الاطلاق ان هو يقول للجريدة دي ما تنشري او ما تنشريش. لازم نفهم منظومة الحرية عند الدولة العلمانية شكلها ايه، مش من سلطة رئيس الجمهورية انه يقول لجرنان ما تنشرش او انشر. انت ممكن ان تعترض، محدش قالك ما تعترضش. طب انا عايز اسأل سؤال للناس اللي راحوا قتلوا ست مسنة عندها 70 سنة في كنيسة من الكنائس، هي مالها ومال إزاي الرسول يا جماعة؟ فهموني، يعني عرفني. أنت دخلت الكنيسة جبت واحدة عندها 70 سنة قد لا تعلم شيئا عن هذه الرسوم، وقد تكون مستاء من هذه الرسوم، وقد تكون لا علاقة لها بهذا الأمر. طب أنت رايح تتبعها ليه؟ أنت كسبت؟ هل أنت فزت؟ هل أنت انتصرت؟ بالعكس، أنت أذيت المسلمين اللي في فرنسا واللي في أوروبا.